رعت الدكتورة باسمة السمعان المدير الإقليمي لفضائية نورسات أمسية فصحية مميزة أحيتها جوقة قلب يسوع الأقدس في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين بعمان بحضور جمع من الآباء الكهنة والإخوة المؤمنين. إلى المزيد. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. تحت رعاية الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة، أحيت جوقة قلب يسوع الأقدس بمشاركة عازفين من المعهد الوطني للموسيقى أمسيتهم الفصحية لهذا العام في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي بقيادة المايسترو فارس عباسي. حضر الأمسية كاهن الرعية الأب علاء مشربش والأب مروان حسان وعدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس وفرسان القبر المقدس وجموع غفيرة من أبناء الرعية. وقدمت الجوقة باقات مميزة من الترانيم الفصحية التي نقلت الحضور لأجواء روحية عميقة تخللها مجموعة من التأملات من وحي الصوم والقيامة. وفي ختام الأمسية قدمت الدكتورة السمعان كلمة شكرت من خلالها أعضاء الجوقة وقائدها السيد فارس عباسي وراعي الكنيسة على دعوتهم لرعاية الأمسية لهذا العام التي تنحني لها القلوب وتخشع لما تحملها من غنى ودسم روحي. شكرا على هالرعاية اللي شرفتوني فيها بهاي الأمسية، وبتمنى لكم زمن صوم مبارك ومغفرة إن شاء الله تامة، ومجد القيامة اللي في فرح القيامة لنا جميعا لحياتكم ولعائلاتكم، وكل سنة وأنتم سالمين. ومن ثم قدمت السمعان أيقونة مباركة من القبر المقدس في القدس لأعضاء الجوقة ودرعا تذكاريا للسيد بدور مسيح، عربون محبة على جهودهم المبذولة لخير الكنيسة. السيدة بدور كرم مسيح، الأم العظيمة اللي ربت وكبرت، كان لهم الفضل كمان في هالكنيسة اللي نحن فيها، فهي عربون شكر كمان من نورسات، كمان الداعمين يعني
للنورسات، فبحب أهديها هذه الدرع. كل سنة وأنتم سالمين. كل